معانا عبر الهاتف دلوقتي نبارك له على هذا الانجاز العظيم، الانجاز المتكرر من منتخبنا الوطني لكره اليد، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اهلا وسهلا كريم، ومتشكرين ودايما كده في فرح، ودايما كده الرياضه المصريه تكون بخير مع ان شاء الله يعني تطوير من افضل لافضل. لكن طبعا احنا بنشكر جدا يعني التهنئه الكبيره والجميله من منتخب الرئيس السريع جدا لاولاده شباب مصر منتخب الهاندبول، يعني دي حاجه كبيره وحاجه مميزه، وكل الشكر والتقدير يعني الدعم الكامل للقياده السياسيه الدائم للرياضه المصريه. عارف يا دكتور انا فرحان ليه جدا، ان انا تقريبا كل المداخلات اللي بعملها مع حضرتك دايما فيها انجازات للرياضه المصريه بشكل عام والعاب مختلفه، وما شاء الله الحمد لله يعني من كرم ربنا علينا ان بقى في انجازات في كل الالعاب تقريبا. والله الحمد لله، يعني في توفيق في جهد وفي شغل كبير، يعني بنحاول يكون موجود تخطيط مستقبلي لكل الالعاب، استضافه بطولات كبيره جدا، بنيه اساسيه بقت موجوده مختلفه وكبيره، يعني اعمار سنيه صغيره بقت موجوده وبدات تاخد بطولات مش بس على المستوى الافريقي، على المستوى الافريقي والمستوى العالمي. دايما التطلع ل 2028 ان شاء الله تخطيطنا يعني اللي ماشيين عليه، يعني حاجه مهمه جدا دايما لما يبقى فيه انتصار، ده بيعمل يعني تسويق الحاله الايجابيه لشباب مصر عشان يلعبوا رياضه وعشان يتفوقوا. صحيح، منظومه كره اليد تحديدا، كره اليد تحديدا يا دكتور اشرف منظومه ناجحه على طول الخط، يعني احنا بنتكلم في سنوات متتاليه ودائما منظومه ناجحه كنموذج عظيم جدا لكل الالعاب في مصر. والله الحمد لله المنظومه زي ما حضرتك بتقول ناجحه وجود مانجمنت، والسله كمان كالعاب جماعيه ماشيه يعني دلوقتي يعني بشكل جيد جدا. احنا بنشتغل على الفولي كمان كلعبه جماعيه ثالثه، يعني ان شاء الله يعني برضو يكون ليها نفس الحزو ونفس الاداء الفترات القادمه. اما الالعاب الفرديه فيعني مشروعنا القوي ومشروعاتنا وولادنا يعني في اختلاف كبير يعني. صحيح، خطوه عظيمه كمان يا فندم تنظيم كاس الامم الافريقيه 2024، ودي خطوه العظمه اللي فيها جايه كمان من انه الفائز بالبطوله هيصعد لاولمبياد باريس ان شاء الله. طبعا هي البطوله افريقيا دي الحقيقه ما كانتش في مصر، لكن الظروف الاستثنائيه احنا خدناها، لكن طبعا احنا مقدمين وعايزين 2024، لانك 2024 فرقه واحده فقط اللي بتطلع للاولمبيك، فيعني الحمد لله ان احنا نستضيفها. يمكن افريقيا اللي فاتت كانت في تونس، وكون اصحاب النصيب ان احنا الفرقه الواحده اللي صعدت للاولمبياد. فان شاء الله 2024 نستضيفها تاني ويحصل لنا نصيب نكون احنا الفرقه الواحده اللي نطلع للاولمبيك 2024 برضه يعني. عظيم جدا يا فندم ان مصر خلاص بقت هي المكان اللي كل البطولات تقريبا بتنظم فيه، سواء بطولات قاريه او بطولات عالميه. وبالمناسبه كمان لازم احيي حضرتك واحيي كمان القائمين على اتحاد السلاح تنظيم بطوله العالم للسلاح في مصر. والله حدث كبير مصر تستضيف، شكرا يعني الاتحاد المصري ووجود الاتحاد الدولي ان مصر تستضيف بطوله العالم للسلاح. بطوله العالم تم استضافتها المره الاولى 1949 واللي فتحها الملك فاروق في مصر. صحيح، فاحنا يعني دلوقتي 2022 بنستضيف البطوله الثانيه بامكانيات كبيره جدا، يعني عندنا 105 دوله 2000 لاعب، عدد النفوذ حوالي 3000، كلهم الحمد لله في فنادق جنب مجمع الصالات المغطاه الكبير جدا، الحاجه الكبيره في استاد القاهره، فالافتتاح النهارده كمان افتتاح هايل. ان شاء الله دايما ربنا يوفق اولادنا المستقبل باذن الله. ان شاء الله. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك على فوز منتخبنا الوطني لكره اليد بكاس الامم الافريقيه اليوم.